وثلج نطلبوا بعمل نلقوا عجز. العجز وين يكون؟ يمد لك 10 ليبلتا باه تدي عمل، يمد لك 10 ليبلتا يطلب منك واحد الاخرين يقول لك تست اقعد استنى. وهو الحل هنا نفركتوا عليه. احنا رانا تفاوضوا مع السيد الوالي. احنا رانا طالبين المطلب تاعنا راهو شرعي وقانوني، هو العمل العمل العمل. يعني راهو الشباب راهو ضايع، الشباب راهو ضايع، راهو بدون عمل بدون سكن يعني بدون هويه. نوجه رساله الى كل مسؤولي مدير صنع تراك ومدير صنع غاز الى السيد الوالي والسيد رئيس الجمهوريه، راهو نداء استغاثه بالنسبه لسكان بلديه بريحان. راهي 95% نقولوا 95% بطاله كل، راهم الكل يخدموا 95% عمال، راهم الكل جايين برا ولايه تعرف من برا بلديه بريحان. راحنا نطالبوا بحقنا في الشغل، قالوا لنا لي ديبلوم، طلبوا لنا لي ديبلوم، رحنا درنا لي ديبلوم باش ما يلقوش علينا حجه، جبنا لهم لي ديبلوم، سابوتاج 200%.